شاهد كيف يتوضا. هل احد يساعدك يا شيخ نصر الدين؟ لا. كيف توضا؟ بسم الله. شاهد، انظر كيف يجمع الماء في رجليه ثم يبدا بالمغمضه. سقط عنه غسيل الكفين، الان يتمضمض ثلاثا. بعدها انظروا كيف يستنشق. هذا هو الاستنشاق. الله أكبر. هل شاهدت كيف يستنشق الماء؟ بعد الاستنشاق ماذا سيغسل؟ الآن يغسل وجهه، يغسل وجهه برجلي. والله ان هذه الرجل اكرم عند الله من وجيه كثير من الناس قصروا في الصلاه. هذه الرجل الطاهره العظيمه التي تتوضا ويغسلها كل يوم مرات ومرات، الان يمسح على راسه. ثم بعدها انظروا كيف يمسح ويضع الماء في اذنيه. شاهدت؟ بعدها الآن يغسل الرجلين. الله أكبر. سنوات وهو على هذه الحالة، سنوات وهو يصلي قبل صلاته يتوضأ بهذا الوضوء بهذه الطريقة، لا يساعده أحد. رسالة: يا من عصيت الله في يديك، يا من تدخن، يا من تسرق، يا من تفعل الحرام وتبطش بيديك، أسألك بالله، من أحوج باليدين، أنت أم هذا الرجل الذي يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن ينظف عورته؟ لا يستطيع، هو يستطيع رد على الهاتف، يستطيع يحسب الأموال، يحمل، لكن لا يستطيع ينظف عورته. يا من عصيت الله في يديك، تذكر هذا المشهد. يا من قصرت في الصلاة، تذكر هذا المشهد. يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الصحة، ترى الله قادر. لم يحرم الشيخ نصر الدين اليدين لأنه أسوأ منك حالا، لا والله. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم.